رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. تفاصيل عمل الرز المعمر وخاصة بهدي للمبتدئين في المطبخ، طبعا أمهاتنا وخالاتنا وعماتنا واللي هم الخير والبركة أشطر مني بكتير في عمل الرز المعمر. مقاديره على الشاشة. كلاوي، مش حمام يا شيف، لا فراخ يا شيف، لا كلاوي. ضاني كندوز اللي عندك، رز مصري بتاعنا أكيد يتعملش غير بالرز المصري، وكمان ما ننساش الفلفل الاسود والحبهان والورق لورو، وهنا بقى اللي هو سيد الموقف السمنه البلدي. السمنه البلدي هي عنوان الرز المعمر. سمنه حلوه متوصى عليها الرز المعمر حلو، سمنه مش تمام يبقى الرز المعمر مش تمام. حلو كده، ملخص الموضوع. ولكن الرز المعمر ناكله من ايد امهاتنا طبعا لا يعلى عليه. نروح الشمال نروح يمين نغرب نشرق، اكله الام بتاعه الرز المعمر بالذات دي حكايه. رز المعمر البرامي يطلع كده والشكل بتاعه والفخاره والجمال والحلاوه، والرز تلاقيه حاسس عامل زي الكيكه كده، الحبايه نافشه وزي الفل، ده موضوع تاني خالص. انا هعمله النهارده بطريقه سريعه وسهله للمبتدئين في المطبخ، اللي عايزه تعمل لجوزها عروسه جديده، عايزه توري لجوزها ان هي شاطره وجايه من عند مامتها متعلمه وجاهزه وزي الفل، يعني يا حبيبي اهو طريق الوصول لقلبك اكله حلوه. الكلام ده هتشوفه النهارده مع بعض ازاي نعمل الرز المعمر. شفنا المقادير على الشاشه. اول حاجه هتبل الكلاوي. تعالي يا كوسه انت هنا، خليكي بعد شويه عشان لسه دور الجاي. حلو الكلام. اول حاجه هعملها هتبل الكلاوي دي. تعمل تقريبا نص كيلو زي الفل. عند جزار حبيبنا كده، تعالى يا حاج ربنا يديك الصحه وطولة العمر، عايزه حته كلاوي حلوه تاخدها من عنده وتروحها على البيت، تعملها طاجن، تعملها بقى رز معمر زي ما انت عايزه. ده قرن فلفل حار بالشكل ده كده نحطه عليها، وكمان قرن فلفل زي ده كده احمر حلو. رز معمر بالكلاوي يا شيف، دي حاجه ما سمعتش عنها قبل كده. نعرف الرز المعمر بجوز حمام حلو، دي حاجه معروفه في الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. ادي الفلفل الحار مع الكلاوي، فص توم حلو، شايفين الجو ده كده، مكعب الزبده عليها على الكلاوي بالشكل ده كده، والبهارات بتاعتنا ملح وفلفل، ما تحطش اكتر من كده، مش عايزين بهارات تانية علشان الرز المعمر مش بيحب البهارات الكتير، هو ملح وفلفل عشان ما يهربش الطعم مننا، والفلفل الاسود بيبقى كتير شوية. أنا شخصيا بحب الفلفل الاسود كتير شوية. حلو الكلام. ونمسكها كده إيه يا عم الشيف، ندلعها الكلوية الحلوة دي كده، تقوم التوابل تخش جوه ما بين الكلاوي وبعضيها. لا مش هقطعها يا غالي، بيقول لي مش هتقطعها فصوص، لا تقطعها فصوص لما تعملها مع لسان عصفور، تقطعها فصوص لما تعملها طاجن كده زي الفاهيتا. حلو الكلام. معانا طاسه شديده الحراره على النار، حبه الكلاوي كده اتبلت اهي زي الفل بالملح والفلفل والزبده والقرن الفلفل الحار، واخد الايه الطاسه شديده الحراره دي كده، اخبارك ايه يا حلوه زي الفل، انا انزل بيها كده ايه تمام. العب. سمعين الصوت ده؟ صوت شاي. اللهم صل على النبي. الله على الريحه الحلوه. طبعا مكعب الزبده هنا سيد الموقف. بيقول لي ما حطيتش زيت، ما انا حاطط زبده يا غالي. حلو قوي. واسيبها على النار يا عم الشيف تتشوح. انا عايز اخد شويه شوربه. من ايه؟ من الجوسي والطعم اللي هينزل من الكلاوي دي. نتيجه التحمير. حلو الكلام. عشان ليا هدف ان انا اعملها قبل. اللهم صل على النبي. واسيبها تتحمر شويه كده تشويحها. الفن الطهوي ملوش حدود، الخبره الطهويه ملهاش حدود، انك تخش المطبخ تعملي حاجه حلوه انت عايزه كده. حلو الكلام. شفت حبات الكلاوي زي ما هي سليمه كده. اللهم صل على النبي. واسيبها على النار ونشوف هنعمل ايه في الرز المعمر. الرز المعمر سمنه بلدي زياده شويه معلش، ونمسك الرز بتاعنا الجميل الحلو ده كده نحطه على السمنه البلدي. طبعا كل ام بتشوفني دلوقتي معلش بعتذر، يعني انت اشطر مني في عمايل الرز، سامحيني لو انا هعمل حاجه النهارده كده ابتكار يعني. هشوح الرز كده في السمنه البلدي
ده سريع اهو، واخليه يشرب السمنه البلدي ويشرب الحب من بين اصابع ايدك العشره وانت بتقلبي، حبك للمطبخ وحبك للرز المعمر، الرز المدسوس، الريف المصري والصعيد المصري يا امي، ربنا يديك الصحه. ادي الرز اهوت، اخليه يشرب السمنه البلدي كلها. معانا الورق اللورو والحبهان في قلبه كده. معانا حليب جاهز، الدسامه بتاعته كامله، دسامه قليله، يفضل عمل الرز المعمر بحليب كامل الدسم، حليب كامل الدسم يعني دسامه عاليه. حلو الكلام. والدعاميه كمان بقشطه، والدعاميه كمان بسمنه بلدي، ده اساسي، سر الرز المعمر في السمنه البلدي والحليب. تاني سر في الرز المعمر السمنه البلدي والحليب. عشان كده مثلا لما نروح مثلا ايه الريف المصري، الصعيد، المنوفيه، كفر الشيخ، بلاد الجميل، منصوره، كل محافظات مصر، عشان ما يقولوش حد شيف المغازي نسي حد، تلاقوا السمنه البلدي لها عنوانها مع الرز المعمر بالذات. فطير المشلتت شوح السمنه كده مع الرز واسيبهم لغايه لما يشربوا بعض، شويه الملح وشويه الفلفل، ده سريع. اما ايه الرز المعمر بقى قواعده بقى لما بيتعمل على طريقه امهاتنا، الفخار، البرام، بيندهن سمنه، نجيب كوبايتين الرز، ننقحهم في شويه حليب، نحط الرز مع الحليب في قلب البرام، في قلبيه معلقتين سمنه، ويخش الفرن. الفرن بتاعنا الحلو بقى، فرن كهرباء، فرن غاز، فرن حطب، ايا كان، وبعدين يستوي براحته. في الاخر بتحط معلقتين قشطه على الوش كده، تلاقي الرز معمر عامل زي وش الفطيره المشلتت في الاخر. حلو الكلام. شفت الرز خد اللون اهو بالفلفل والملح والتوابل والسمنه، زي ما انا كده شغال. يقول لك عطشان يا سمراني اسقيني محبه، انا عايز الرز ده ياخد طعم اللبن، انزل بالحليب عليه اهو. حلو قوي 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 قوي. تسلم ايدك يا عم الشيف، واسيبه ياخد غلوه. حلو. الله، سهله دي يا شيف والله. هتحط الرز والبرام وتحطه في الفرن، وكل شويه تبص بقى، واول مره تعمليه وخايفه يطلع قدام جوزك. الرز المعمر دايما اللي بيعمله اول مره تلاقي حبات الرز طالعه مش مستويه، حبه وحبه، الحليب والرز معجن، وهكذا. الكلاوي اهي جاهزه زي الفل، شويه الفلفل اللي هيجاوروا الكلاوي دول عايزهم انا اهو. شفت الجو ده كده؟ هنجيب البايركس بتاعنا اللي هيخش جوه الفرن. مش هتعمله في برام يا شيف؟ لا انا عايز اعمله ببايركس في ازاز. حلو الكلام. نقدر نعمله ببايركس او نعمله في برام، بس احنا عايزين نعمله ببايركس ليه؟ علشان نشوف الرز وحلاوته مع الكلاوي. الرز على النار يتقلب كده، استنى عليه شويه، الرز يشرب شويه من الحليب، يبدا يحل يبدا يتعرفوا على بعض والكلاوي بتاعتي زي الفل جاهزه، بسيبهم على النار يستووا كده زي الفل. دي الرز المعمر. ايه الفكره هنا وايه الجديد يا ام غازي اللي انت عملته؟ ان الرز هنا على النار مع السمنه البلدي قلبته مع الحبهان مع الورق اللورو، بيخلي الرز يشرب يستعد. انا ببدا بعد كده اخد نص كميه الرز دي احطها هنا مع الحليب، هيبقى طبعا سائل كده زي الفل، واخد الكلاوي احطها في النص واغطيها بالرز بتاعنا الجميل، واحط معلقتين قشطه ومعلقتين سمنه على الوش وادخله الفرن. هو ده الشرح النظري للموضوع. فانا كده وفرت عليك وقت، سهلت عليك تعملوا الرز المعمر ازاي علشان للمبتدئين في المطبخ. بس خلي بالك ما تعزميش حماتك عليه. حماتك اشطر منك مليون مره، وماما هتقول لك ايه ده يا بنت، هتسالك اول ما تشوف ده، لا انا شفت الشيف المغازي عمله يا ماما على طريقه سريعه كده، بس الطعم حلو هيعجبك، هتسمي بسم الله وهيعجبها ان شاء الله. اخبار الرز ايه؟ كل الطريقه اللي انا شغال بيها والمدرسه دي انا عايزك تتعلم. ده الرز المعمر. ناخده زي ما هو كده، ولسه الحليب بتاعه ما نشفش. الله عليك. هو ده. ايه الحلاوه دي؟ زي ما هو كده، هناخد الكسروله بتاعتي دي كده ونوزع الرز ده بالتساوي. اللهم صل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الرز.
حلو زي الفل يا عم الشيف. ناخد الكلاوي بتاعتنا الحلوه دي كده استوت. هنشوف دلوقتي مع بعض وهناكل وهنشوف زي ما هي كده. بنحطها في النص، بناخد شويه البهارات الحلوين دول على وشها كده. قال لك من جور السعيد بيسعد. شويه الرز اللي هيجاوروا الكلاوي دولك هتاكل صوابعك وراها. نفس الطاسه بعمل ايه يا عم الشيف؟ بحط فيها شويه شوربه كده. شفت بقى التركايه دي؟ هي دي التركايه. حلو، واعملها كده واخد احطها على الرز كده. طعم بقى، طعم مكان التحمير زي الفل. التقليبه الحلوه دي كده. الله الله آه. الله يا شيف، ده انت مفيش، ده 5 دقايق عملت الرز زي ما هو كده. التقليبه الحلوه دي كده. ناخد الرز نوزعه بقى كده اهو. سامحيني يا امي، سامحيني يا خالتي، سامحيني يا ست الكل، يا امرايا اللي بتشوفيه دلوقتي ممكن انت ما عملتوش في المطبخ قبل كده، بس نجرب للمبتدئين في المطبخ. انا عارف تعملوا الرز المعمر ازاي اشطر مني. البرام ياخد الرز، ياخد اللبن، ياخد السمنه البلدي. درجه حراره الفرن عندي 180 يا عم الشيف، اللهم صل على النبي. حلو الكلام. وندخله الفرن معلقه سمنه. انا بحب الزبده على الرز عموما، رز بشعريه بحب عليه الزبده، رز معمر بحب عليه الزبده. زي الفل يا عم الشيف. افتح الفرن يا عم الشيف. زي الفل تمام. مكانه فين في الفرن بقى؟ هو ده الكلام. على ارتفاع 5 سم من ارضيه الفرن كانك بتعملي كيكه. بالشكل ده كده. يلا بينا. ده الرز المعمر بالكلاوي. الف هنا وشفا للي ياكل. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير. علمتك ازاي تعملوا الرز. احنا شفنا الحلقه بدات الساعه كام وخلطت لنا الفاصل. هو ده التايم بتاعه في الفرن، عايز له 20 دقيقه تقريبا. الكلاوي تتعرف على الرز، معمول بخبره طهويه بسيطه وسهله للمبتدئين في المطبخ. وانا مركز المبتدئين في المطبخ ليه؟ لان احنا عارفين قواعد عمل الرز المصري بالذات المعمر لما بيتعمل، احنا مشهورين بيه المصريين. استاذن حضراتكم وناخد بعضنا ونطلع فاصل. بس بعد قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا، ما تيجوا مع بعض كده نمس على الرز المعمر السريع اللي الشيف المغازة عمله في دقائق معدوده مع الكلاوي. بص على الحلاوه وصلي على الحبيب. شايف الحلاوه وشايف الجمال اهو ده. بص، الله عليك الله عليك. ايه ده؟ الكلاوي عايزه تطلع من الرز. هو ده. معلقه سمنه بلد ساعه ما تطلع كده عشان الرز يبقى له لمعه لطيفه وحلوه. بس سامحيني يا امي، سامحيني يا خالتي، سامحيني يا حماتي، سامحيني يا ست الكل، دي مش طريقتك، دي طريقه الشيف المغازي. نبص على الرز، هو عايز يعرف الرز المعمر طلع في قد ايه، لانه لما بروح البيت ممكن ياخد نومه ويصحى من النوم ويتغدى ويتعشى ولسه الرز المعمر في الفرن. اه يا باشا، لسه خلاص على وشك، خلاص بياخد لون بس. والله العظيم شامي ريحته من الفرن حكايه، وخاصه في الفاصل عشان المصداقيه شعرنا على شاشه القناه الاولى. للامانه فتحت الفرن وحطيت معلقتين سمنه بلدي مدوبينهم في شويه حليب، شربت بهم الرز طريقه امي رحمه الله عليها. حطيتهم في الفرن دلوقتي، هسيبه ياخد وش كمان، احنا معانا وقت لسه. رز المعمر نطلعه. فراخ مشويه على الطريقه اللبنانيه، هيك بتكون زي ما اقول دلوقتي. فينك يا مصطفى؟ حلو الكلام. الفراخ لازم نجيب لها طبعا دبس الرمان. اخواننا في لبنان يحبوا دبس الرمان، يحبوا زيت الزيتون في التتبيله، الزبادي. ونتبل صدور الفراخ او الفروج، نتبله تتبيله حلوه عم الفروج، وبعد كده نسيبه في التلاجة. اللهم صل على النبي. زي الفل يا فندم. شفت الرز؟ شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ رز معمر بطريقه سريعه، والله ريحته طالعه في الفرن بيتكلم عن الريف المصري. ما تجيش بقى تخترع وتعمل لنا رز معمر بالرز البسمتي، لازم يكون رز مصري، خلي بالك، ولازم سمنه بلدي، غير كده ما ينفعش. بالشكل ده كده.